انطلقت اليوم عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تستمر على مدى 3 أيام. ويتوافد المقيمون المصريون في الخارج إلى مراكز الاقتراع في 139 بعثة دبلوماسية وقنصلية ب 124 دولة حول العالم. هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 من الشهر الجاري، على أن تعلن النتائج في 2 من شهر المقبل بعد ضم أصوات الناخبين داخل وخارج البلاد. يذكر أن المرشحين يتنافسان في الانتخابات الرئاسية المصرية هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وبهذه المناسبة يسر أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة سهى إبراهيم الفار، سفيرة جمهورية مصر العربية في مملكة البحرين. مساء الخير سعادة السفيرة، بداية، ما هي الإجراءات التي قامت بها السفارة لاستقبال الناخبين المصريين المقيمين في المملكة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؟ أيضا كيف تجري العملية الانتخابية؟ مساء النور لحضرتك، وإحنا شاكرين جدا على اهتمامكم بالانتخابات، وأحب أوجه شكري لحكومة البحرين على كل التسهيلات اللي قدموها لنا عشان نقدر نقوم بالدور ده. والحقيقه كان في توافد كبير من الجاليه المصريه، وكان في ترحيب جدا بينهم يجوا ويدلوا باصواتهم، وكانت عمليه الحقيقه احتفاليه من اول ما ابتدينا الانتخابات، وفي تواصل كبير جدا بين الجاليه وبين بلدهم. وبرضه اعتقد ان جزء كبير من الموضوع يرجع الى انهم بيشعروا ان البحرين وطن تاني ليهم، وعمرهم ما اتقطعت صلاتهم ببلدهم. بالنسبه للي احنا التاسيلات اللي احنا قدمناها، ففي الواقع السفارة كلها تحت أمرهم ابتدينا حملة كبيرة من الدعاية عن الموضوع عشان نشرح لهم الـ 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 الإجراءات اللوجستية لموضوع التصويت وإيه اللي مطلوب منهم وبيتواجدوا فين. وكانوا الحقيقة متجاوبين جدا. كل المؤسسات المصرية القائمة على الموضوع قدمت كل التسهيلات الممكنة من حيث الاتصال المباشر بهم، مساعدتنا ودعمنا لحل أي مشكلة بتواجهنا. وقد سبق ده كمان ان جات لنا لجان لاستصدار الارقام القوميه، لجان لموضوع تسويه موضوعات التجنيد، فكل ده سهل التواصل معاهم واختارهم بكل التطورات في موضوع الانتخابات، وكان له رد فعل ايجابي جدا. بس انا متاكده من المشاعر اللي شفتها ان المشاركه دي كانت رغبه صادقه منهم، وان كل الدعايه اللي احنا عملناها قد تكون خدمت الموضوع في تعريفهم بالاجراءات، انما دي مسيره حب ومسيرة دعم لمصر. نعم سعادة السفيرة، ما أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المسيرة الديمقراطية وجهود التنمية والاستقرار في مصر؟ هي مسيرة حضرتك بتدي مصداقية وبتوضح أنه المواطن المصري وصلته التطورات اللي بتشهدها مصر، وأنه هو عايز يشارك فيها، وأنه عايز يكون صوته موجود فيها. والحقيقة ده برضو تصديق رغم أن المنافسة مش، لما في الواقع ده إدلاء بصوت، بمعنى أنه ثقة في مصر وثقة في مستقبل مصر. نعم الأستاذ سهى إبراهيم الفار، سفيرة جمهورية مصر في مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.